الأمثلة. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. يا حي يا قيوم. فرجع موسى إلى قومه غضبان، مش كده يغضب، لأنه أنت يا كقائد سيدنا موسى عليه السلام خلاهم على حجر الإسلام، طايعينه، اعترفوا به قائد ومنجم، يعني سيفير بالإنجليزية، خرجهم بإذن الله تعالى، هو أخوه هارون عليه السلام من محنة دامت ربما قرون، وهم لا يستفعل فيهم من هب ودب في مصر. يعني كان فرعون أعطاه أوامر وقال لي ما يبقي حتى وليد ذكر إلا يقتل، ويبقون على الوليدة لأنها بعد مدة تلي خادمة جنسيا وفي سرائهم وبلاهم كبير المعتدون، ثم الكلب اللي في مصر اللي هو من فريع وما زال يرى روحه كونه ما فهمش مصر كيف هو. وشكون كان معه؟ كان حزب النور. وأين لهم من النور؟ يعني أيدوا مجرم وأيدوا فريع على حساب إخوانهم الذين صدقوا في إيمانهم وما بدلوا وما غيروا ودفعوا ثمنا باهظا، ولكن الثمن ما لا يكون لصالحهم لأنهم التحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ك ناس شهدوا بأن لا إله إلا الله، فأرادوا بحول الله تعالى أن يقيموا دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان نصيبهم الشهادة في سبيل الله، وربما الشهادة تكون خير من إقامة دولة الإسلام في هذه الأيام حتى يأذن ربهم، حتى يأتي الوعد الحق وقت تبرز وحدة المسلمين وبقدرة القادم سبحانه وتعالى. والوحدة ذيك مش ترجعنا إلى سيبة التي ذكرت في القرآن، كنت خير أمة أخرجت للناس. وهنا من نصر هذا الدين بالسعي في إقامة هذه الأمة سيكون من المنصورين، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمثل أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.